بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي، نلتقي مجددا لنواصل مراجعة الدروس اللغوية المنجزة في الأسلوب الثاني مادة اللغة العربية. نواصل التذكير بالأساليب اللغوية المنجزة، ونخصص لقاء اليوم لأسلوب الاختصاص. سنذكر بتعريفه وأحواله وحكمه الإعرابي. وللتذكير بالتعريف الخاص بأسلوب الاختصاص، أطرح عليكم السؤال الآتي: ما المقصود بأسلوب الاختصاص؟ الإجابة هي: أسلوب الاختصاص تركيب يتقدم فيه ضمير متكلم غالبا أنا أو نحن، يليه اسم ظاهر يخصص ويوضح المقصود منه يسمى الاسم المختص. أعيد: أسلوب الاختصاص هو تركيب يتقدم فيه ضمير متكلم غالبا أنا أو نحن، يليه اسم ظاهر يخصص ويوضح المقصود منه يسمى الاسم المختص. أحوال الاسم المختص. أسألكم: ما هي أحوال الاسم المختص؟ بمعنى الشروط التي يجب أن تتحقق في الاسم المختص. سنذكر بها: نظرا لوظيفة الاسم المختص المحورية في بناء التركيب، أحوال الاسم المختص: الاسم المختص إما أن يكون اسما ظاهرا معرفا بأل التعريف، أو اسما مضافا إلى معرفة أي معرف بالإضافة. وقد يرد أو يأتي بلفظ أي للمذكر وأية للمؤنث، تتصل بهما هاء تسمى هاء التنبيه. إذن أحوال الاسم المختص: إما أن يأتي اسما ظاهرا معرفا بأل التعريف، أو اسما مضافا إلى معرفة أي معرف بالإضافة، وقد يأتي كما قلنا بلفظ أي للمذكر وأية للمؤنث، المؤنث تتصل بهما هاء تسمى هاء التنبيه. الآن نحدد الحكم الإعرابي للاسم المختص. بداية، الاسم المختص ينصب باعتباره مفعولا به بفعل محذوف وجوبا يقدر غالبا بأخص أو أعني، ويبنى على الضم في محل نصبه. قد نتساءل متى؟ إذا كان بلفظ أي أو أية والاسم بعدهما يعرب نعتا، يكون تابعا للفظ أي وأية ولا يتبع محلهما الإعرابي. بهذا وبعد أن ذكرنا بتعريف الاسم المختص والشروط
التي يجب أن تتحقق فيه وحكمه الإعرابي، سنعمل على إنجاز مجموعة من التمارين التطبيقية. التمرين الأول: يقول الكاتب: يعتبر التدخين آفة هذا العصر، وذلك لما يسببه من مخاطر صحية واجتماعية للفرد والمجتمع، كما أنه يعد من بين العوامل المسببة للوفاة لدى الكبار والصغار. لذلك فنحن أولياء الأمور مطالبون برعاية أبنائنا، لأن الأسرة تعتبر ركيزة الأساسية في تنشئة الأبناء والحفاظ عليهم من خطر التدخين، وذلك من خلال تنشئتهم في بيئة محافظة وسليمة وواعية تجنبهم الوقوع في بعض الاعتقادات الخاطئة والممارسة المنحرفة. المطلوب منك أيها التلميذ ومنك أيتها التلميذة أن تستخرج من النص أسلوب الاختصاص، ولتقدم إجابة صحيحة لا بد أن تستحضر التعريف الذي حددناه لأسلوب الاختصاص. فكما قلنا، هو تركيب يتقدم فيه ضمير متكلم غالباً أنا أو نحن، يليه اسم ظاهر يحدد ويوضح المقصود منه، ثم تأتي تتمة الكلام. نعم، الإجابة أسلوب الاختصاص في النص يتحدد في قول الكاتب: نحن أولياء الأمور مطالبون برعاية أبنائنا. نحن ضمير، أولياء الأمور اسم متصل، مطالبون برعاية أبنائنا، تتمة الجملة. التمرين الثاني: عين الاسم المختص في الجمل الآتية ثم بين حالته. الجمل: الجملة الأولى، نحن الطلاب شعارنا الاجتهاد. الجملة الثانية، أنا الفلاح أعشق الطبيعة. الجملة الثالثة، أنا أيها المغربي أعتز بثقافة المغرب. الجملة الرابعة، نحن سكان القرية كرماء. الجملة الخامسة، أنا أيتها العاملة أحب عملي. المطلوب أن نحدد الاسم المختص وأن نبين حالته، وبداية سنعمل على تحديد الأسماء المختصة الواردة في الجمل بأكملها، ثم بعد ذلك ننتقل لبيان حالة كل اسم مختص على حدة. نحن الطلاب شعارنا الاجتهاد. الاسم المختص كما قلنا يأتي بعد الضمير هو الطلاب. أنا الفلاح أعشق الطبيعة. الاسم المختص
في هذه الجملة هو الفلاح. أنا أيها المغربي أعتز بثقافة المغرب. الاسم المختص أي. نحن سكان القرية كرماء. الاسم المختص سكان القرية. أنا أيتها العاملة أحب عملي. الاسم المختص أيته. الآن ننتقل إلى تحديد حالة الأسماء المختصة. كما رأينا الاسم المختص إما أن يكون اسما ظاهرا معرفا بأل، أو اسما ظاهرا مضافا إلى معرف بأل بمعنى معرف بالإضافة، أو يأتي بلفظ أي للمذكر وأية للمؤنث. الطلاب حالته جيد معرف بالتعريف. الفلاحة كذلك معرف بالتعريف. أي لفظ أي. سكان القرية حالته مضاف إلى معرفة. أية لفظ أية. جيد أحسنت. ننتقل الآن إلى التمرين الثاني. املأ الفراغ في الجمل الآتية باسم مختص ثم اضبطه بالشكل التام. الجمل نحن نشتغل بإتقان. أنا أمل المستقبل. نحن ندافع عن الوطن. أنا أهتم بنظافة مدرستي. اقتراحات متنوعة وكثيرة، لكن لا بد أن تتقيد بالحكم الإعرابي الخاص بالاسم المختص، وذلك لضبطها بالشكل التام. والاسم المختص إما أن يكون منصوبا أو مبنيا على الضم في محل نصب إذا كان بلفظ أي أو أية. أقترح للجملة الأولى. العمال نحن العمال نشتغل بإتقان. العمال معرف بأل التعريف وهو منصوب فعل محذوف مع فاعله تقديره أخص. تقدير الكلام نحن نخص العمال نشتغل بإتقان. الجملة الثانية. أنا أيها التلميذ أمل المستقبل. الاسم المختص بلفظ أي. تقدير الكلام أنا مخصوصا من بين التلاميذ أمل المستقبل. الجملة الثالثة. نحن سكان المغرب ندافع عن الوطن. سكان معرف بالإضافة وهو منصوب. نحن أخص سكان المغرب ندافع عن الوطن. أنا التلميذ أهتم بنظافة مدرستي. التلميذ معرف بأل التعريف وهو منصوب.
التمرين الرابع. أعرب الجملتين الآتيتين إعرابا تاما. الجملة الأولى: نحن الجنود نحب الوطن. الجملة الثانية: أنا أيها التلميذ أنجز الواجب. نبدأ بالجملة الأولى: نحن الجنود نحب الوطن. نحن ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ. نحن ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ. الجنود والاسم المختص جاء منصوبا. هو مفعول به منصوب على الاختصاص لفعل محذوف وجوبا مع فاعله، تقديره أخص، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخر. نحب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن. الوطن مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ، وجملة الاختصاص جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب. الجملة الثانية: أنا أيها التلميذ أنجز الواجب. أنا ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. أي مفعول به مبني على الضم في محل نصب، وفعله محذوف وجوبا مع فاعله تقديره أخص. ها حرف تنبيه مبني على السكون لا محل له من الإعراب. التلميذ كما أشرنا يعرب نعتا مرفوعا وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أنجز فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. الواجب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ، وجملة الاختصاص جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب. بهذا أحبائي نكون قد أنهينا حصة اليوم ولقاء اليوم، والذي ذكرنا فيها والذي ذكرنا فيه بأهم المعطيات المتعلقة بأسلوب الاختصاص. أحسنتم جميعا وبالتوفيق إن شاء الله.